أستاذ دكتور ميسوم قطب، عميد كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان. طبعا ده نتاج شغل عام دراسي كامل، كان فصل دراسي أول تطرقه لدراسة التراث الموجود في مجموعة من المدن العربية في الوطن العربي زي فلسطين، المغرب، تونس، مصر طبعا على قمتهم، إلى جانب الترم، بس كان مركز يمكن أكتر على الملابس الكاجوال. جينا في الترم الثاني ركزنا شوية أو تم التركيز على الملابس السواريهات وبرضو اللي بتحمل هوية وتراث المدن في الوطن العربي المختلفة. يمكن ميزة المشروع السنة دي ان هو كان بتيم وورك، يعني كان مجموعة عمل مش طالب واحد. ميزة التيم وورك ده ان هم اشتغلوا كلهم كمجموعة في تجميع الداتا العلمية الخاصة بالمعلومات التراثية عن البلاد، بحيث بقى عندهم داتا معرفية كبيرة أرضية يشتغلوا عليها كويسة قوي، تفصيلية فيها كل حاجة ما بين العادات التقاليد، الملابس، التراث، الازياء، كل ما هو مرتبط بالتراث في البلد دي، الى جانب انهم ابتدوا في الترم الثاني يبقى يظهر الحس الفردي لكل طالب، ان كل طالب ليه قطعه الملبسيه بتاعته، الفستان السواري اللي عمله، بحيث نشوف العمل الجماعي وفي نفس الوقت الذاتيه الشخصيه ظهرت برضو لكل طالب، يبقى في تكامل ما بين الولاد وبعضها. ده الى جانب طبعا ان الحمد لله يمكن السنه دي جت فكره ان الأزياء التراثية من منظور رؤية العاصمة الإدارية الجديدة. يمكن مباني في العاصمة الإدارية الجديدة بتتميز بالحداثة، بالمودرن، بالاستطالة، الامتداد الرأسي في الأعمال بتاعتها، قوة خطوط العمارة، انسيابية الخطوط في بعض المباني، يعني معطيات كتيرة بتديها العاصمة الإدارية، مباني العاصمة الإدارية. فهم وظفوا ده في الملابس، قطع الملبسية بتاعتهم، استوحوا من الخطوط وجرأتها، جرأة الخطوط الموجودة دي، تفاصيل في الملابس عندهم او في فساتين اللي عملوها، بحيث تحمل هويه العاصمه الاداريه الى جانب الهويه التراثيه، يعني تكامل جميل ما بين الافكار كلها. احنا النهارده بنفتتح معرض الازياء التراثيه بعيون العاصمه الاداريه، مشروع تخرج قسم الملابس الجاهزه 2022. الفكرة جات لنا ان احنا كنا شغالين الترم الاولاني على الازياء التراثية وجماليات الازياء التراثية والزخارف بتاعة الازياء، اشتغلنا على تونس والمغرب وفلسطين والعراق ومصر. لما اشتغلنا على جماليات التراث العربي الترم الاولاني، الترم الثاني بقى دمجنا العاصمة الادارية، المباني بتاعة العاصمة الادارية، اخدنا اللي اوت بتاع المباني دوت ودمجناه مع السلوات بتاعنا. طبعا احنا شغالين على اتجاهات موضة 2023، واحنا شغالين الترم الثاني سواريه. الطلبه بيمروا بمراحل كتيره جدا، من اول ما بدانا في السكتش، اولا حللنا الازياء التراثيه، حللنا المباني العاصمه الاداريه، عملنا نمذج ما بينهم، طبعا كل ده مع الترند 2023. اشتغلنا بقى سواريهات، الطلبه بيرسموا سكتشات، وكل سكتش بنرسمه بنقول بقى ايه الخامه اللي هنشتغل بيها، ايه الارت ورك اللي هنشتغل عليه، ده هنشتغل عليه رسم مباشر ولا تطريز ولا زخارف، هنعملها ازاي. الطالب بيمر بمراحل كتيره قوي لغايه ما بنتفق على سكتش معين، والحمد لله لما بنتفق عليه بنشتغل دمور، نعمله دمور كله من اوله لاخره، ولما خلاص اتفقنا كده عليه بيبتدي ينفذ بالقماش الحقيقي. احنا طبعا المشروع معانا دكتور وديان مديان قائم على المشروع، دكتور خالد الشيخ كان شغال معانا من الترم الاولاني برضو التسويق، اشتغلنا ككل جروب اشتغل براند معين. طبعا عملنا ماركتنج الاول وعشان نسوق للطلبه ديت، يعني هو دلوقتي مش مجرد انه عمل مشروع، هو عارف ازاي هيسوق للشغل بتاعه. انا الدكتوره ضحى الدمرداش، استاذ تصميم الملابس الجاهزه، انا رئيسه قسم الملابس الجاهزه كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان. احنا طبعا مبدئيا احنا قسم الملابس الجاهزه في كليه الفنون التطبيقيه، احنا بيبقى متوسط الطلبه عندنا في السنه ما بين 40 ل 50 طالب. احنا مفروض بنخرج خريج صالح ان يتحط في اي مكان في مصنع الملابس الجاهزة يسد، من اول التصميم للتخطيط للتنفيذ للبترون للكواليتي كنترول اللي هي مراقبة الجودة، لأي جزء في مصانع الملابس الجاهزة هو جاهز يزد المجال ده، فاحنا بنخرج مهندس مصمم. دكتورة وديان ماديان، أستاذ مساعد قسم ملابس جاهزة كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان. القسم فيه 39 طالب في سنة رابعة السنة دي، هم 38 بنت وولد واحد.
الولاد اشتغلوا في 5 جروبات، الجروب تقريبا 8 طلاب. الاكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لهم انه طبعا ان هم يتجمعوا مع بعض كجروب ويقدروا ان هم يتفقوا مع بعض في النهايه ان شغلهم يبقى روح واحده، تبقى الالوان واحده، لان طبعا كل طالب ليه الستايل بتاعه وليه الطريقه اللي هو بيحب يشتغل بيها، فان احنا نجمعهم ان هم كلهم لا لازم تتفقوا مع بعض، لازم كلكم هتشتغلوا كبراند، لازم ان الشغل يبقى شبه بعضه. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لنا. النقطه اللي بعد كده كانت فكره ان هم يوصلوا بافضل تقنيه، ان هم يطلعوا فكره التطريز بتاعهم بطريقه مودرن، لان احنا طبعا شغالين حاجات قديمه، ازاي ان انا انفذ القديم ده بطريقه مودرن تكون حلوه وتناسب السوق بتاعنا في الوطن العربي.